بينما يستعدون هناك في بيت لحم لعياد الميلاد، وبينما يستعد القطاع السياحي سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، وذلك لاستقبال أولئك الوافدين للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد في الأراضي المقدسة كما جرت العادة باستثناء العام الماضي بطبيعة الحال. وعندما كان البعض يظن بأن هذا القطاع يمكن له أن ينهض في هذا الموسم، جاء القرار الليلة الماضية من اجتماع الكابينت الإسرائيلي الخاص بالكورونا. إسرائيل هي أول دولة تغلق تماماً بواباتها سواء الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية أمام أي من الأجانب، وذلك للوصول إلى هنا. بمعنى آخر، لن يتم استقبال أي أجنبي إلى داخل تلك المعابر الحدودية. الكابينت أيضا اتخذ قرارا يتعلق بتفعيل عمل المخابرات الإسرائيلية بتتبع كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا قد أصيبوا بهذا الفيروس، أي من الإسرائيليين الذين يعود عليه أن يتم فحصه، وإذا جاء من الدول الحمراء أو كان في دولة ثالثة هي حمراء فإن ذلك يستدعي بقائه في فندق خاص يتبع للقيادة الجبهة الداخلية التي تتبع للجيش الإسرائيلي. الاجتماع بلا شك كان صاخبا وكان هنالك خلافات كبيرة، هنالك عدد من الوزراء الذين عارضوا هذه الفكرة لأن سوف تضر بالاقتصاد الإسرائيلي الذي طالما كان يطالب نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بأن يكون هنالك إعادة تفعيل لهذا الاقتصاد وبأن لا يكون هنالك إغلاق، وذلك خلافا للإجراءات التي كان يتبعها سلف بنيامين نتنياهو. ولكن بنهاية المطاف إسرائيل تغلق بذلك وتنهي الموسم السياحي ل14 يوما. سيكون من الصعب العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ال14 يوما، سوف نكون في منتصف شهر ديسمبر. على صعيد آخر من الإجراءات، يعني اليهود أيضا عندهم عيد الأنوار والذي عمليا يضم العدد كبير الألاف من اليهود المتدينين، هذا سوف يشكل أيضا تحدي كبير للسلطات الإسرائيلية. أيضا من الإجراءات التي تم اتخاذها بأن يكون هنالك تقليص لعدد المتجمهرين ل50 شخصا فقط. ولكن في إسرائيل يقولون بأنهم لا يعلمون بالضبط ما هو هذا المتحور، لا يعلمون إذا كان خطر، لا يعلمون إذا كان هنالك سلالة قد يمكن أن اللقاح لا يكون يعني يستوفي الشروط اللازمة لإيقافه. هم ببساطة لا يعلمون ما هو هذا المتحور، ولهذا كل هذه الإجراءات هي تسمى بالإجراءات الاحتياطية، بمعنى بأنها للاحتياط وليست للمواجهة، لأنهم عمليا لغاية الآن بحاجة إلى عدة أسابيع كما قالت الـ WHO منظمة الصحة العالمية. بأنهم بحاجة لعدة أسابيع لفهم هذا المتحور وكيفية تركيبه وكيف يمكن مواجهته. ولكن في إسرائيل قالوا عليكم أيضا أن تطعموا الأطفال، وهذه النقطة التي يبدو بأن النظام الصحي الإسرائيلي فشل فيها بشكل مطلق، وهو إقناع الإسرائيليين بتطعيم الأطفال دون 11 عاما، وذلك لخشية الأهالي من أن هذا التطعيم قد لا يكون يعني مفيدا لصحة الأجيال القادمة، وبالتالي لا يوجد هنالك إقبال كبير على هذه المسألة.